زميلي فهد، يعني يا سيد لوبيز اليوم يدخل تشكيلة مكونة من وليد عبد الله كحارس مرمى، رباعي الدفاع منصور الحربي وكامل الموسى وأسامة هوساوي وسلطان البيشي، وفي محور الارتكاز سعود كريري ومصطفى بصاص، ومن أمامهم تيسير الجاسب، وفي الجناح الأيمن فهد المولد، وفي الجناح الأيسر سلمان الفرج، وفي المقدمة وحيدا ناصر الشمراني مع مساندة دائما من الأجنحة فهد المولد وسلمان الفرج. يمكن أبرز ما تحدث فيه سيد لوبيز من خلال المؤتمر الصحفي فهد في مساء أو ظهر الأمس أن الفريق الصيني فريق جيد ولكن يعيش نفس أجواء المنتخب السعودي من ناحية الإخفاقات، ولكن لدينا القدرة على هزيمة المنتخب الصيني وتكون الخطوة الأولى للتأهل إن شاء الله إلى التصفيات آسيا القادمة، وتكون خطوة أولى أيضا بجمع النقاط، خاصة أن المباراة تكون على أرضنا وبين جماهيرنا، وهو عامل إيجابي بكل تأكيد فهد.